كانوا نياما في بيوتهم عندما بدأت الكارثة. خلال ثوان الأرض بدأت تميد من تحتهم، والسقوف والجدران تتداعى على الرؤوس. بعد دقيقة من الرعب والموت الذي يضرب كل مكان والتمسك بما تبقى من أمل بالحياة، الأبنية تحولت لكومة دمار، والآلاف إما قتلوا أو باتوا عالقين تحت الأنقاض، بينما تزيد الثلوج والصقيع من نصيب الموت درجة، وتجبر من وجدوا أنفسهم بالعراء التوجه إلى المساجد. ففي جنوب تركيا كما في شمال غربي سوريا، مأساة جديدة بدأت للتو. لم تعرف تركيا زلزالا مدمرا كهذا منذ نحو ربع قرن، عندما ضرب زلزالنا البلاد عام 1999 وأودى بحياة 17,000 شخص. ولا سوريا التي جربت قبل عقود زلزال حلب المدمر عرفت منذ زمن كهذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وبات من الأعنف في تاريخ المنطقة بعد أن ضرب صفائح الأرض من عمق 7 كيلومترات، مسببا كارثة إنسانية نتيجة الدمار الهائل الذي خلف آلاف الضحايا في ولايات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وهاتاي وأضنا وملاطيا ديار باكر وشعب أورفا وعثمانية. بينما ضرب في سوريا محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، شدة الزلزال أجبرت السلطات التركية على رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، في حين أعلن الدفاع المدني السوري شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بالكامل، بينما شعر بالهزات الارتدادية معظم سكان المدن التركية والسورية، إضافة إلى لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. لكن هل ستتوقف هنا مأساة الزلزال في سوريا وتركيا؟ وما قصة التسونامي الذي بات الرعب المنتظر لكثير من الدول؟ وإلى أين ستصل الهزات الارتدادية التي قد يطول أمدها مع أخذ شدة الزلزال بالحسبان؟ ما إن ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليعلن حجم الكارثة التي وثقتها فيديوهات وصور جعلت مشاهد الدمار تجول كل العالم بدقائق، حتى عرف الكوكب المزيد عن مأساة الزلزال بأرقام من أردوغان عند 912 قتيلاً و 5383 مصاباً، إضافة لتهدم 2818 بناية. وفي وقت يتوقع ارتفاع أعداد الضحايا، تسير أعمال الإنقاذ على قدم وساق، ما أسفر عن انتشال الآلاف من تحت الأنقاض. إلا أن حجم الدمار الهائل والظروف الجوية الصعبة تتطلب مساعدات دولية كبيرة، سواء في تركيا أو سوريا، ما حدا بعديد الدول وبينها عربية الإعلان عن تقديم مساعدات عاجلة مع إرسال فرق إنقاذ وآلية بحث متخصصة ومتخصصي إنقاذ بري وجوي، إضافة إلى فتح جسور إغاثة جوية مباشرة إلى تركيا والمناطق المتضررة بسوريا التي سقط فيها ما لا يقل عن 700 قتيل. في وقت تبقى مخاطر الهزات الارتدادية مع وجود نشاط زلزالي خطير في كهرمان مرعش جنوبي تركيا، بظل توقعات استمرار الهزات الارتدادية بقوة تصل إلى 6.7 درجات، إضافة إلى مخاوف كبيرة من خطر موجات مد عاتية تسونامي قد تضرب سواحل دول عدة متشاطئة مع تركيا وسوريا، الأمر الذي جعل أنقرة تخطر 14 دولة حول وجود خطر تسونامي إثر تسجيل ارتفاع بمستوى المياه في بعض المحافظات التركية الساحلية، في وقت عاجلت إيطاليا للإعلان عن استنفار بالدرجة القصوى مع توقعات بحدوث تسونامي في جنوب إيطاليا. كما أعلنت إسبانيا الاستعداد لاحتمال مخاطر حدوث تسونامي مع حشد جنود وطائرات مسيرة لمكافحة آثار الزلزال. وفي ظل الصدمة التي يعيشها العالم جراء الزلزال المدمر، تثور صدمة أخرى تعلقت بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة مثيرة للجدل للخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوغربيتس، عندما توقع قبل 3 أيام بدقة زلزال تركيا وذكر الدول التي ستتأثر به، وهي في جنوب ووسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان بحسب الباحث الهولندي الذي عاد
لينشر تغريدة بعد وقوع الزلزال مباشرة ليتحدث عن هندسة حرجة للكوكب تسبق وقوع الزلازل، قبل أن يحذر مما أسماه النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة. وهو الأمر الذي سيؤدي بحسب الباحث الهولندي إلى استمرار الهزات الارتدادية لفترة من الوقت قد تمتد لأشهر. ورغم جوانب الدهشة التي قد تحيط بهذا التوقع الزلزالي الدقيق، إلا أنه يبقى في إطار النبوءة العلمية، لأن تركيا تقع في منطقة نشاط زلزالي بين الأعلى في العالم. وبالعودة للماضي القريب خلال عامين فقط، يمكن استرجاع زلازل بينها أواخر نوفمبر من عام 2022، عندما ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا، لكنه خلف أضراراً محدودة عند 50 جريحاً. وفي يناير 2020 عندما أدى زلزال بقوة 6.7 درجات في منطقة إيلازيغ لمقتل أكثر من 40 شخصاً. وفي العام نفسه وتحديداً في أكتوبر ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجا، وأدى حينها إلى مقتل 114 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1000 شخص.